احد الاخوه من الاخوه اللي ساله وقال انه ايام رمضان راح يجينا في تموز واب وحر جدا، واحنا شلون الان؟ فيجوز انه ناخر صومنا الى ما بعد صوم رمضان او من بعد شهر رمضان. في الواقع لا يجوز، رمضان الله سبحانه وتعالى شرع فيه الصوم واوجب فيه الصوم سواء كان في الشتاء او كان في الصيف. نعم انا ابين لكم طريقه يمكن الانسان انه يتخلص من هالمشكلة، مشكلة الصوم في رمضان، عفوا مشكلة الصوم في الحر، ولا يقع في الحرام. نعم اكو حلول، من الحلول السفر، انسان يسافر. انا اسافر في رمضان حتى لا اصوم، واسافر سفر على حال ما اقيم في ذلك المكان 10 ايام، يعني اتنقل من مكان الى مكان اسافر، او كل يوم اطلع 25 كيلو اكل وارجع للبيت، وانا كل يوم اقطع هالمسافة زين حتى لا أصوم، ما في إشكال. الهروب من الصوم حتى لو كان السفر للهروب من الصوم ما في إشكال، الفقهاء يصرحون به، ولكن يكره، مكروه على حال، الكل مكروه يجوز ولكن ليس حراما. فالأخ الكريم ما يجوز أن يترك صوم رمضان لأنه والله حر، خلينا نأجله، تخليه أيام الشتاء ورمضان نخلي يصير شتوي، هذا مو بيدنا احنا، احنا اذا راينا هلال رمضان يجب علينا ان نصوم. وطريقه التخلص من الحر وان لا تصوم في الحر، نعم ان تسافر، والسفر على اي حال يعذرك من الصوم. Había subido la mano y encontré una paella. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre metida entre las piedras de chipiona, de faro. Paella.